السلام عليكم، ازيكم شباب؟ امير كحيلو معاكم. النهارده جاي لكم بعربيه جديده من العملاق الياباني، وهي هوندا سيفيك 2020. العربيه نزلت مصر مؤخرا، في كلام كتير جدا ان العربيه دي هتعمل شغل جامد في مصر. فالمهم حبيت اعمل لكم عليها النهارده ريفيو، هوريكم شكل العربيه من بره، وكمان هوريكم من جوه العربيه والامكانيات اللي نازله فيها. وخليك معايا لاخر الفيديو عشان تعرف سعر العربيه دي كام. ودلوقتي يلا معايا. قبل ما نكمل في الفيديو، عايز الاول اعرفكم ان انا مش معمول لي سبونسر عشان اتكلم عن العربيه دي، بس دلوقتي تعالوا نبدا من بره ونشوف شكل العربيه اللي معايا النهارده. طبعا العربيه الهوندا سيفيك يعني احسن حاجه فيها طبعا من قدام شكلها. الشكل طبعا زي ما انتم شايفين كده شكل اجريسيف جدا، فيها الخطوط الرياضيه، كل حاجه فيها معموله من قدام عشان تديك الشكل الرياضي. هوندا لما نزلت العربيه دي من كام سنه، كان كل الفكره منها ان هي تنزل عربيه بشكل رياضي تغير بيه فكره الناس عن العربيات الفور دور سيدان، لان كان حصل في سنه، في كذا سنه، مش بس سنه، كذا سنه بتنزل عربيات بشكل قديم، والناس يعني معظم الشباب كانوا خلاص تعبوا منها وحسوا ان العربيه دي عربيه ناس كبيره بس. فهوندا نزلت العربيه دي علشان تغير فكره الناس من ناحيه العربيات الفور دور سيدان، وهي فعلا عملت كده. والعربيه دي في امريكا هنا عملت ضجه جامده لما نزلت. شوفوا الجمال بقى من قدام، طبعا زي ما انتم شايفين كده الشكل من قدام تحفه، يعني بجد هوندا عملت في العربيه دي شغل جامد. طبعا عندك الهيد لايت او الكشافات الاماميه في العربيه اللي معايا دي، عربيه تورينج، فعشان كده الكشافات اللي فيها فولي ال اي دي لايت. بس الموديلات اللي هتنزل مصر للاسف هتبقى هالوجين، يعني اللي هي النور العادي حتى مش الزينون، ودي من وجهه نظري حاجه مش كويسه. كانوا المفروض عملوه مثلا على الاقل زينون او ال دي لايت، بس مش مشكله. عندك بقى الشبكه الاماميه كلها معموله بالاسود زي ما انتم شايفين كده، حاجه شكلها شيك جدا. خطوط بقى الاماميه للاقصدام الامامي والفاج لايت والحاجات دي كلها خطوط كلها رياضيه. طبعا بتنزل بجنوط 18 و17 انش. الجنوط اللي هتنزل لمصر هتبقى 17 انش وقريبه من الشكل ده قوي. عندك زي ما انتم شايفين نازل طبعا المرايات الجانبيه معموله بنفس لون العربيه، شكلها حلو وشيك. كمان العربيه هيجي فيها الدخول الذكي اللي هو سمارت انتري هنا، وكلها معموله بالكروم كده، وتقفل العربيه تعمل لها لاك من هنا وتعمل لها انلاك، ان انت بس تفتح او تشد الهاندل بتاع الباب وتفتح لك بالطريقه دي. تعالوا نبص على العربيه بقى من ورا ونشوف شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده الشكل من ورا تحفه. يعني العربيه الصراحه يا جماعه من وجهه نظري اي حد بين هوندا وتويوتا والسعر ما عنده مش مشكله، هوندا تكسب، لان الشكل بتاعها شكل جميل وشيك جدا. طبعا عندك هوندا عملت من اول الديزاينات في العربيه دي اللي هي الفانوس مقسوم على نصين، بالليل بيشتغل وياخد شكل السي على اساس السيفيك يعني. ودلوقتي تعالوا نشوفوا شكل الشنطه من جوه عامل ازاي. طبعا الشنطه بتاعت العربيه دي شنطه واسعه جدا، الشنطه دي 470 لتر، وهي على فكره اكبر كمان من شنطه تويوتا كرولا. زي ما انتم شايفين كده بالنسبه لحجم العربيه شنطه كبيره جدا. الشنطه دي ممكن تشيل فيها شنطتين سفر مستريحين قوي، كمان ممكن شنطتين صغيرين جنبيها. في كمان ايزي اكسس للعربيه من جوه، يعني انت لو عايز تنزل الحته دي ممكن تنزلها من هنا، بس ان الايد ده بتشدها وتزق الكرسي تديك ايزي اكسس للشنطه او يعني داخليه العربيه من الشنطه، فحلوه دي برده جميله فيها. الاول خلونا نتكلم عن الموتور العربيه دي. موتور العربيه دي هينزل لمصر موتور 1500 سي سي، ولكن هو موتور جميل جدا وهيعمل 123 حصان. في 100 كيلو هتستهلك العربيه حوالي 6.3 لتر بنزين، فهتبقى موفره جدا في البنزين. دلوقتي تعالوا نشوف شكل العربيه دي من جوه عامله ازاي. طبعا العربيه من جوه يا جماعه شيك جدا. العربيه اللي معايا فيها كراسي جلد، ولكن انت طبعا الموديل اللي نزل مصر هو كراسي قماش او اللي هم بيقولوا عليها كلاث، فيعني هي شبه اللون ده على فكره، بينزل فيها نفس اللون ده اللي هو لون البيج، فهي بتبقى تقريبا نفس الشكل، بس بدل الجلد بيبقى نازل قماش، وفيها برضو نفس التطعيم اللي في النص ده بالسيلفر او بالجراي ده، شكلها حلو قوي وشيك. باب العربيه زي ما انتم شايفين كده برضو شكله حلو وشيك، دي معموله بالجلد عشان العربيه اللي معايا زي ما قلت لكم فيها جلد، ولكن اللي بينزل في مصر دي بتبقى فيها قماش، بقى شكلها برضو حلو وشيك. هنا معمول كده ترم خشب، شكل الخشب مش خشب حقيقي بس شكل الخشب، وهنا سوفت تاتش بلاستيك، شكله برضو حلو وشيك.
عندك تحكمات الويندوز والحاجات دي كلها هنا بتاعت المرايات او بتاعت الازاز، كله موجود في الباب زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي خلينا نتفرج على العربية الجميلة دي من جوه، والاول خلينا نتكلم على السيفتي اللي بتنزل فيها. طبعا السيفتي اللي هتنزل العربية دي في مصر 8 ايرباج، يعني العربية هيبقى فيها كمية ايرباج كويسة جدا وسيف جدا. كمان العربية دي في امريكا بقى لما بتنزل اي عربية من شركة لازم الاول تتعمل لها اختبار في حاجة زي اللي اسمها منظمة يعني السيفتي بتاعت الطرق هنا في امريكا. فبيعملوا العربية اختبارات كراش، يدخلوا العربية مثلا في حاجات كده ويعملوا اختبارات علشان يشوفوا العربية دي قد ايه سيف وامنة للناس اللي جواها. فعملوا العربية دي الاختبار في امريكا، والعربية دي خدت 5 نجوم. 5 نجوم ده اعلى حاجة ممكن عربية تاخدها في السيفتي. فالعربية من ناحية السيفتي هي عربية امنة جدا. كمان حاجة من الحاجات التانية من ناحية السيفتي ان العربية دي بتنزل فيها طبعا تكنولوجيا بقى بغباء، رغم ان هي طبعا عربية اقتصادية 100%، بس العربية هنا بتنزل بحاجة اسمها اوتوماتيك بريكنج سيستم، وهي الفرملة اللي ممكن توقف العربية لو حد ضرب قدامك فرملة وانت ما عملتش رياكشن بسرعة، العربية ممكن توقف نفسها اوتوماتيك، ودي خاصية سيفتي جميلة جدا. كمان فيها حاجة اسمها اللين كيب اسيست اللي هو مساعد المسار، فلو انت ماشي على الطريق وابتديت تطلع عن المسار بتاعك العربية بترجعك للمسار في النص، يعني انت لو سبت الدركسيون بتلاقي العربية تظبط نفسها بين الخطين لان فيها كاميرا هنا ورادار بيقرا الخطوط اللي على الطريق، فالعربية بتظبط نفسها على الخطين دول اوتوماتيك. دي في حالة ان انت لو نمت، فدي برضو خاصية جميلة قوي وبقى بتنزل في معظم العربيات اللاكشري دلوقتي. بس كمان هوندا وتويوتا بقوا بينزلوها في عربياتهم، وبينزلوها في البيس موديل، يعني العربيات الابتدائية، يعني اول موديلات او اول فئات ممكن تجيب فيها الخاصيات دي. ولكن انا مش متأكد في مصر بالظبط هتنزل فيها الخاصيات دي ولا لا، بس نفضل وان شاء الله تنزل في العربيات اللي بتنزل في مصر. العربية دي كمان فيها اوبشن جميل جدا، وهو Adaptive Cruise Control. ايه هو Adaptive Cruise Control او مثبت السرعة الذكي ده؟ مثبت السرعة الذكي ده كل الفكرة منه ان انت وانت سايق على الطريق السريع بتثبت سرعتك مثلا على 100 كيلو، والعربية فيها رادار بتقرا العربية اللي قدامها، فالعربية اللي قدامك مثلا قول مثلا قريبة منك ب 100 متر، فانت بتظبط العربية على المسافة اللي قدامك دي وتقول للعربية اظبطي نفسك على ال 100 متر ده، ما تطلعيش او ما تقربيش العربية اللي قدامي اكتر من ال 100 متر. العربية تفضل طول ما هي ماشية على الطريق وقاري العربية اللي قدامك تفضل مظبطة ال 100 متر دول او ال 50 متر انت مظبطهم عليها دول. فلو العربية اللي قدامك هدت عربيتك اوتوماتيك تهدي علشان تظبط المسافه اللي بين العربيتين. وكمان الحلو فيها ان لو العربيه اللي قدامك فرملت عربيتك تفرمل، يعني ممكن توصل لحد درجه انها توقف نفسها اوتوماتيك من غير ما انت تلمس البنزين ولا الفرامل خالص، ودي شغله الادابتيف كروز كنترول او مثبت السرعه الذكي، ودي خاصيه جميله قوي وبتنزل في العربيه دي هنا في امريكا من اول الفئات. ماسكه الدركسيون مسكته جميله جدا، دركسيون شيك. العربيه من جوه الانتيرير بتاعها بسيط، ما تحسش ان هي رخيصه من جوه. مشكله العربيات الاقتصاديه كتير ان انت لما تخش العربيه من جوه تحس ان في شكلها او معمول فيها من جوه الديزاين بتاعها والانتيرير في شكل بلاستيك، شكله رخيص. العربيه فيها بلاستيك من جوه، ولكن البلاستيك اللي معمول جوه في الانتيرير شكله الصراحه مش رخيص. مشكلتي مع تويوتا، رغم ان انا بحب تويوتا جدا وبعتبرها عربيه محترمه جدا جدا، تويوتا كرولا لما تخش جوه الانتيرير بتاعها تلاقي الانتير كله من جوه شكل البلاستيك اللي جواها شكله رخيص قوي. فالحكايه دي مش موجوده في هوندا. تخش في هوندا بلاستيك موجود ولكن شكله بلاستيك جميل جدا وشكله مش رخيص. طبعا دلوقتي لما نخش في المنطقه اللي في النص شكلها جميل جدا، والكونسوله اللي في النص دي شكلها شيك، كبيره، فيها مكان تحط فيها مثلا معاك اي حاجه من حاجاتك ممكن تحطها جوه المنطقه دي. كمان العربيه فيها الامرجنسي بريك او فرمله اليد معموله طبعا الكتروني، اتكلمنا عنها. كل العربيات دلوقتي بقت بتنزل فيها الفرامل الالكترونيه، فهي بس زرار بترفعه لفوق وتنزله لتحت، وهو الزرار ده. عندك كمان البريك هولد، والبريك هولد ده اتكلمنا عنه قبل كده، وهو كل الفكره لما بتاكتيفيت ده وانت سايق في حته زحمه بتدوس على الفرمله مره وبتشيل رجليك العربيه بتفضل واقفه، ويعني عشان لو انت سايق في حته زحمه قوي تريح لك رجليك، ولما تيجي مثلا عايز تحرك العربيه بس بتدوس على البنزين تقوم تعمل ريليس او تفك الفرمله اوتوماتيك من الاوبشن ده، فده اسمه بريك هولد. ده بينزل فيها كمان العربيه بينزل فيها سخانات أمامية للكراسي الأمامية، وبينزل فيها دول كلايمت كنترول. دول كلايمت كنترول ده معناه إن أنا ممكن أتحكم في درجة الحرارة بتاعتي للسايق لوحده
او للسواق لوحده، واللي قاعد جنبي ممكن يتحكم لدرجه الحراره بتاعته كمان لوحده. دلوقتي تعالوا نتكلم على الانفوتيتمنت سيستم بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده حلوه وشيك بسيطه، حابب انا قوي ان نازل فيها الزراير دي على الجنب. الموديلات القديمه اللي نزلت من العربيه دي كانت نازله كلها فولي تاتش سكرين، ولكن دي زي ما انتم شايفين نازل فيها زراير. ناس كتيره قوي بتحب الزراير، اسهل ساعات ان انت تتحكم فيها. الريزولوشن بتاعتها حلوه، ولكن الريسبونس بتاعتها طبعا مش سريعه. انا كلمتكم وبقارن، مثلا بالنسبه لي بقارن اخر عربيه كنت عامل عليها الاي كلاس بتاعت المرسيدس، فطبعا مختلفه شويه. فيها نافيجيشن سيستم حلو زي ما انتم شايفين كده مثلا، بس شويه سلو، مش سريعه قوي في التحكم فيها. كمان العربيه بينزل فيها حاجه سمارت فون كونكشن، واللي هي يعني بتاعه الابل بلاي والاندرويد بلاي. فلو معاك مثلا ايفون او اندرويد بتوصله بكيبل جوه هنا وبتعمل ديسبلاي للتليفون بتاعك على السكرين. بس لو انت عايز تستخدم الخاصيه بتاعه الفويس كماند او التحكم عن طريق الصوت من تليفونك، يكون بس التليفون متوصل عن طريق البلوتوث وبيعمل سينك وبيشتغل عادي عن طريق البلوتوث من غير ما توصله وتعمل فويس كماند على الطريقه دي عادي. كمان العربيه بينزل فيها بوش باتن ستارت، اللي هو زرار اللي بتشغل منه العربيه وبتبطلها من هنا. كمان الريموت بتاعها بينزل ريموت حلو قوي شيك زي ما انتم شايفين كده بتاع هوندا، يعني ما فيهوش اي حاجه كريزي بس شكله حلو وشيك زي ما انتم شايفين. طبعا فيها لوك انلوك، وده ريموت ستارت لو انت عايز تدور العربيه من البيت، بس تتاكد العربيه معموله لوكت وبتدوس على الزرار ده وبتفضل دايس عليه لحد ما تلاقي العربيه تعمل من بره فلاش كده، وبعد كده بتشتغل وبتشتغل لمده 10 دقائق وبعد كده بتفصل لوحدها اوتوماتيك لو انت ما طلعتش للعربيه. لو حبيت تطول المده بتدوس عليها مره كمان والعربيه دايره، بتعمل يعني بتعمل اد 10 دقائق زياده للريموت ستارت. العدادات والجيدجات شكلها شيك جدا زي ما انتم شايفين كده، كل اللي انتم شايفينه دول ديجيتال. فلو مثلا نبطل العربيه مفيش حاجه موجوده، تطلع علامه هوندا كده بالشكل الجميل ده. ولكن خلينا ندورها واوريكم كام حاجه في الجيدجات اللي فيها دي. طبعا الحته اللي في النص دي ممكن تتحكم فيها مثلا اللي في النص، بس اللي هي الكمبيوتر اللي في النص عن طريق الزرار ده بدوس هنا، وممكن اغير بقى، ممكن احط مثلا البوصله، ممكن احط مثلا السيرفيس اشوف الزيت باقي له قد ايه، ممكن احط الراديو، ممكن اوصل التليفون. فشويه تحكمات حلوه قوي يعني، حاجات ما هيش كتيره بس كويسه. طبعا فيها التريب والبنزين، توريك قد ايه بنزين باقي لحد ما العربيه تخلص بنزين. كمان فيتشر حلو قوي او خاصيه حلوه قوي في العربيه دي حاجه اسمها اللين واتش. فانا مثلا لما احط اشارتي اليمين تشغل لي هنا كاميرا، الكاميرا دي موجوده تحت المرايه اليمين وبتوريني لايف فيو زي ما انتم شايفين كده على الشاشه دي لجنب اليمين كله. العربيه دي للاسف ما بينزلش فيها البلايند سبوت، وهم النقط اللي بتطلع في المرايات دي علشان توريك النقطه العاميه بتاعتك، هي بس بينزل فيها اللين واتش، ودي بس في الجزء اليمين، والجزء الشمال ما فيهوش اي حاجه. فدي عيب من العيوب اللي موجوده في العربيه دي. دلوقتي خلينا بقى نتكلم على سعر العربيه دي. طبعا سعر العربيه هنا في امريكا بيتراوح من 20000 دولار او 21000 دولار للي هي اول فئه لحد اعلى فئه، والنهارده اللي معايا دي اعلى فئه وهي بتوصل سعرها لحد 28000 دولار. بس العربيه بتنزل في مصر كمان، او هوندا اعلنت بسعر العربيه 479000 جنيه في مصر. طبعا سعرها مش رخيص، كان نفسي تنزل بسعر ارخص شويه وتنافس مع كورولا، لان هي عربيه فعلا جميله جدا. ولو الناس عندهم الاوبشن بين الهوندا وبين التويوتا، افتكر في ناس كتيره هتختار العربيه دي، لان لما تيجي تتكلم من ناحيه العربيه بتستحمل والاعطال والكلام ده كله، العربيه دي بجد زي تويوتا بالظبط، اعطالها بسيطه قوي، اي حد بيشتغل فيها. قطع غيارها كمان مش غاليه. انا عارف ان في مصر مشهور عندنا حته ان الهوندا قطع غيارها غاليه، ومش عارف ليه، لان حتى هنا في امريكا سعر العربيه الهوندا شكل سعر تويوتا بالظبط، قطع غيارها نفس قطع غيار التويوتا من ناحيه السعر، يعني مش غاليين ولا حاجه. فالعربيه موفره جدا، عربيه جميله جدا. انا من هواة الهوندا، كان عندي هوندا زمان وحطيت عليها 200000 ميل، يعني مشيت عليها كميه ميلات بالهبل. عربيه الصراحه عمرها ما وقفت مني، عمرها ما كلفتني كتير في تصليحها. فانا بحترم هوندا جدا وبعزها، وبنصح بيها اي حد لما حد يسالني على عربيه او يقول لي مثلا قول لي فكرتك في عربيه او ترشح لي عربيه ايه، بقول له هوندا او تويوتا، لان هم فعلا عربيات جميلة. العربية ما هيش عربية فانسي لكشري، بس بينزل فيها اوبشنز وبينزل فيها خاصيات جميلة جدا، شكلها حلو، شكلها شيك من بره قوي،
وبتستحمل. فانت عايز ايه اكتر من كده؟ لو انت عايز عربيه اقتصاديه وعربيه تستحمل معاك وعربيه امنه جدا. واحب اعرف منكم في رايكم في الفيديو ده وفي رايكم في العربيه دي. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل الجرس ده علشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. بحاول اعمل فيديو جديد ريفيو على العربيه كل اسبوع، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي الاسبوع الجاي. السلام عليكم.